إذا كان البلد آمنا ومستقرا والناس يعيشون في رخاء، فأنا أرى أن القاضي والمسؤول في مثل هذه المسؤولية العالية في السلم الإداري للدولة ينبغي أن يكون راتبه جيدا وأن تكون حياته يعني مستريحة، حتى لا تتطلع عينه يعني إلى ما في أيدي الناس وتشترى ذمته. ولكن عندما يكون البلد في مثل هذه الحال، يعني نحن نصحنا كثيرا من هؤلاء في السابق أن على الأقل يخففوا من هذه الأشياء الباهظة. الآن أصبحت الأرقام التي نسمعها عن علاوة السكن وبدل السكن وبدل المواصلات وغير ذلك يعني أرقام خيالية بالنسبة، والناس يعني يعانون الجوع والفقر. هذا ليس من النصح في شيء، وهؤلاء يخشى عليهم أن يدخلوا في الحديث الذي ذكرته في بداية الكلام، وهو ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه في لفظ آخر صحيح، فلم يحطها بنصحه إلا لم يرح رائحة الجنة أو لم يدخل معهم الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإمام وهو الحاكم بتعبيرنا اليوم أو الرئيس، وصفه بأنه جنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: الإمام جنة، يعني الجنة هي حماية يعني. وهو يوافق قوله في هذا الحديث، فلم يحطها بنصحه. يعني الحاكم والمسؤول هو كالأبي لأولاده. أترى هذا المسؤول الذي يأخذ هذه المبالغ الكبيرة وهو يعلم أن الناس لا يجدون 200 دينار في حسابهم في المصرف أو 300 دينار، ويعانون الأمرين من ذلك ويعانون المذلة والمهانة للأسف، أتراه إذا كان ولده منهم يتعامل بنفس الطريقة؟ لا أظن ذلك. أظن أنه سيقدم ولده على نفسه في الغالب، أو على الأقل يساويه بنفسه. فإن لم يكن يعامل الناس كأنهم أبناؤه فليس أهلا للمكان الذي وضع فيه. فلا أظن أن ذلك من النصح في شيء، وإنما هو من الغش للرعية. ولم يكن هكذا، يعني لم يكن سلفنا الكرام هكذا، كما كان عمر بن الخطاب ومن سار على طريقته وسنته. نحن لا نريد منهم أن يكونوا مثل عمر بن الخطاب، لكن على الأقل يعني يسددوا ويقاربوا. أما هذا الفارق الهائل والذي يأخذونه من أموال الناس الذين أوصلوهم إلى هذا المكان، بينما الناس يعانون الأمرين ولا يكاد يلتفت لهم أحد من هؤلاء إلا ما نذر ربما، فلا أظن أن ذلك من النصح للرعية في شيء. الله.